في كل زاوية في هذا البيت بتعرفك بأصول وتفاصيل حياتية إنسانية عمانية. هنا موقع لصناعة النسيج، طبعا الصناعة التقليدية. جاي ما تصور؟ اي تصور، خلي الصورة تطلع مرة ان شاء الله. بنعين هذا قبل هذا يا فعليز. خفيف. لا خفيف. بس الرخال يجي شوي ثخين صح؟ الرخال يجي شوي ثخين. ايه. هذا لحم. وهذا بالطريقه ايوه. والدرس انا شفت في سواح قاعد تعلمينهم شلون يسوون. كيف الطريقه؟ ايوه. ها زين. لا حق التصوير هذا اوشك. ها هذا الخبز العماني. ها هذا الخبز العماني. الله بصراحه طيب ما شاء الله تبارك الله. احنا بنخلي مع واحد من السواح يبغون يعلمينهم. تو هسه؟ اي الحين شوف قاعد جالسه منتظر من ايطاليا جايتك. هذا دربونه مربي من ايطاليا. هذا عطاي لو انتم ماتينهم ولا دربونه؟ لا 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 بروحهم جايين مو معانا احنا. انا بروح اشوف الحين زيت الشوع. يلا زين. زين هذا قلت لي هذا هو الشوع، بس تشرحي لي ايش الفكره مال الشوع؟ هذه البذره من وين تجيبونها انتم؟ من الجبل. وتكون فتره الشتاء ولا فتره الصيف؟ في الصيف اكثر حاجه في الصيف. وايش الفكره منها؟ هي خفيف ما ثقيل. ايش انتم بعد تسوونها نفس العجين وكذا؟ اي نعم. اي نعم. اها بعد ما يصير بودره النار. اها عجينه وبين يطلع منه الزيت. والزيت ايش الفائده من اي نعم اي نعم. والجفاف قالوا لي بعد واسمه الشوع. حل شوع. حل شوع. اذا بس انا في شغله بعدين برويها ناس موجوده. اللعبه هذيك اللي لما يتيبس الحصان. اي على فكره بس خليكم معانا بس ارويكم. طبعا هذا شكله لما يعصرون منه الزيت كلش بشكل نهائي، الباقي منه قاعد يسوون منه عاد اشكال. كان في السابق كانت هي الالعاب العرايس حق البنات والاولاد. ايه حصنة. اي نعم. وفي بعض يستخدم عشان كنا صابون. اي صابون لما قبل ما شيء صابون يسيوه. اي نعم. سبحان الله. زين اذا بغيت اجرب انا شوي ملمس الزيت بعد اذنك حاطيني شوي. لا 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 بس الزيت شويه كذا. ريحته طيبه بعد. ايوه سبحان الله. وهذا اكثر موسمه متى يصير اكثر؟ في الصيف. اي في الصيف لما يجي برد وهذا ما تنبت النبته. سبحان الله. اذا هذا اذا كانت لما يكون ارض جافه هذيك اللحظه، اما لحظه الرطوبه والامطار ما يكون موجود. ما شاء الله ما شاء الله. الحين اي نعم. ما شاء الله. الله يعطيك العافية. ما قصرتوا ما قصرتوا.
Venite tutti in Oman perché è veramente un bellissimo paese, sono ospitalissimi. Non parlo più, non so cosa dire. الحلو في بيت الصفاء انه يستقبل ضيوفه من الساعة 8 الى الساعة 5 العصر. رسوم رمزية للاستمتاع بغرف وكذلك العادات والتفاصيل الحياة العمانية الجميلة. وبقول لكم معلومة عنه. صدقون ان هذا البيت تقريبا عمره 400 سنة او زيادة شوية. وممتاز هذا البيت بأكثر من غرفة، في كل غرفة بتلاحظون تفاصيل، إن كانت غرفة خاصة بالصور، غرفة خاصة بالأزياء العمانية، بالإضافة للركن اللي قبل شوية كنا فيه، تتعرفون على الزيوت اللي تستخرج من النباتات، وأيضا صناعة القهوة والخبز العماني. فرصة لازم تزورون بيت الصفاء. في وين؟ ولاية الحمرة. موقع كثير رائع وجميل.